انا طلعت امبارح قلت الزمالك يشارك في الدوري ولم يجتهدوا في التواصل مع اعضاء مجلس اداره الزمالك او مسؤوليه او حتى الناس اللي كانوا بيقودوا حمله الرفض لوب الرفض للمشاركه في بطوله الدوري. ليه بقول لك الكلام ده؟ لانك انت لو تواصلت مع الناس دي كنت هتعرف ان الزمالك هيشارك في الدوري، وان الزمالك لما قرر عمل المسحه قرر عمل المسحه للمشاركه في الدوري، وان القرار ده اكده رئيس نادي الزمالك في اجتماعه معاه يوم السبت اللي فات زي ما ممكن ابو المعاطي قال، مش فاكر السبت ولا الحد، وكان موجود معاه فايز عريبي وكان موجود معاه محمد مصلح. عشان كده امبارح قلت المساله دي، واول امبارح اللي هو التلات لما انا قلت بالليل هيجري المسحه خلال ساعات وهيلعب وهيعلن اللعب للدوري وكل الامور هتتحل وهينزلوا التدريب والكلام ده ما كانش، وكان قلت لكم وقتها ان انا بقول الكلام ده بشكل هادي وعمري لا هقول لحنفي ولا تراجع ولا صفعه مدويه ولا مش عارف ايه ولا تنزل المره دي ولا الكلام ده كله. ليه؟ عشان المركب تمشي والحياه تمشي والحياه تستمر، فبالتالي خلاص الراجل راجع للدوري. لكن افاجئ بعدد من الاعلاميين يقول لك ما هو كده ما قالش للدوري. طب ما تسال يا بيه، بيتراجع بشكل كويس، ساعده انه يتراجع. عاوز تبقى بعد كده تعد له التراجعات بتاعته وحنفي بتاعته بعدها، لكن لما تعمل تليفونات مع الناس هتعرف ان الموضوع متضمن الدوري. عاوزه بشكل صريح مش هيجي لك بشكل صريح، مش هيجي لك دلوقتي بشكل صريح، يكون يجي لك بقى بعدها قبلها باسبوعين ثلاثه حسب الغزاله. هتيجي تقول لي ده حازم امام قال وشيكابالا قال وامير مرتضى قال، كل كلامهم فوق الراس. لكن احترام قرار الدوله ده امر مهم، وده اللي بدأت تأكد عليه قناة الزمالك وسمعتها من أحمد جمال. احترام قرار الدولة، الأمر اللي كان بيأكد عليه أنكل أبو المعاطي زكي من بداية الأزمة. الدولة قالت نلعب نلعب، ما نلعبش ما نلعبش. ليه؟ لأنه قدامها كل المعطيات. ده كان كلامي من البداية وما زلت مصر عليه. فهنا لما أجي أقعد أقول بقى وأنا في التلفزيونات لا مش دوري، طب ما تعمل تليفون مع مسؤول في النادي، اعمل مسؤول تليفون مع المشرف على الكوره اللي كان بيقول ان اللعيبه مش هتلعب كوره غير لما يلاقوا علاج لكورونا. قول له دلوقتي ايه اللي هيحصل لما ينزلوا التدريبات؟ هيقول لك بنشارك في بطوله استعداد لبطوله افريقيا. قول له ماشي يا عم ما يجراش حاجه. هيقول لك ايه؟ قول له طب مش انتوا قلتوا مش هنلعب كوره غير لما يطلع مصر؟ طبعا مش هينفع تقول له الكلام ده. طيب كابتن حازم امام كابتن الزمالك ماشي قال لك لا وهيموتونا وهيعملونا وهيسوونا كله كده. ليه بقى؟ لان جزء من المساله مر اسبوع على نزول الناس للحياه الطبيعيه، فان الاعداد هي الاعداد، الاعداد هي الاعداد، مفيش الطفره الرهيبه، مفيش الارقام المضاعفه زي ما كنا قاعدين في البيت زي ما نزلنا الشارع، لكن كل الناس بياخد اجراءاتها الاحترازيه. فهنا الزمالك لعب الدوري خلاص. انت بتتكلم في ايه؟ هو انت بتتكلم في ايه؟ ولازم تجيب اتنين شهود؟ ورئيس الزمالك ابلغ سياده الوزير انه هيلعب الدوري، وسياده الوزير ابلغ عمرو الجنايني انه هيلعب الدوري، بس الامور بتتم بايه؟ بهدوء وبدون ازمات وبدون مشاكل وبدون مؤتمرات وبدون تهديدات. اجتماع مجلس الاداره الخطير للرد على الاعتداء على كرامه الزمالك، محدش يقدر يعتدي على كرامه الزمالك. هو منعك من المداخله اعتداء على كرامه الزمالك؟ لا طبعا. هو لازم يسيبوك تشتم الناس طول الوقت؟ خد هدنه، خد هدنه، خد وقت كده اوفر تايم يعني، ريح شويه، ريح شويه من الشتيمه. هو ده اللي حصل، هو ده اللي حصل، انك بتريح بس شوية. المسحة اتأجلت من النهاردة لبكرة، بكرة هيحددوا معاه مفيش نزول الملعب غير بعد نتيجة المسحة. وده اللي قاله النهاردة الدكتور محمد سلطان لمسؤولي الزمالك ودكتور الزمالك. دكتور الزمالك اللي طلع هو كارتيرون وفاروق جعفر والدنيا كلها يقول لك المخاطر الجسيمة في حال المشاركة في الدوري، هم اللي دلوقتي اللي بيتابعوا هذا الأمر. ماشي؟ فهنا جزئية مهمة جدا، المشاركة في الدوري، لعب الدوري،
اللي بيتابعوا، فتعمل المسحه ولما نتيجه المسحه تطلع، يعني هتعمل مسحه الجمعه نتيجتها تظهر السبت، تنزل بقى لحد التدريب تتمرن في الجيم لحد ما الموضوع يخلص. لكن ما فيش حاجه اسمها برضو، يعني مجلس اداره نادي الزمالك لما خد القرار امبارح خده في تاكيد على احترامه للدوله المصريه، في تاكيد على انصياعه لاراده الدوله المصريه، قال لك هعمل المسحه الخميس وانزل التدريب الخميس. جه الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنه الطبيه في اتحاد الكره قال لهم لا ما ينفعش تعمل وتنزل في نفس اليوم، ما تبسطهاش اكتر من كده، تعمل المسحه نتيجتها تظهر تقوم نازل التدريب بعدها، وبعد اربع خمس ايام نعمل المسحه الثانيه ونطمن ونتنينا نتابع وهكذا. فكده الزمالك بيعمل المسحه بكره ان شاء الله. طيب وانا بتكلم عن الموضوع ده عاوز اتكلم عن جزئيه في منتهى الاهميه، منتهى الاهميه، وهي ايه؟ رئيس نادي الزمالك عامل اجتماع يوم الجمعه بالادمنز بتوع الصفحات بتوع الزمالك، مفيش اي مشكله خالص، حقك. ليه حقك؟ الناس بتحب نادي الزمالك وانت عاوز تجتمع معاها عشان يدافعوا عن قضايا نادي الزمالك، بس قضايا نادي الزمالك اللي هي ضد الدوله، ولا قضايا نادي الزمالك اللي هي ضد المعارضه بتاعتك، ولا قضايا نادي الزمالك الحقيقيه؟ يدعموا الزمالك ولا يدعموك؟ يساندوا نجوم الكوره ولا يساندوا ولادك؟ هو ده مربط الفرس، هو ده مربط الفرس. الناس اللي عايزه تروح تروح، كل الناس تروح، ما هو ده مش عيب. وبرضه نفس صفحات الاهلي تروح تجتمع مع كابتن الخطيب، مفيش مشكله، مفيش مشكله ولا في اتهام ليهم، بس لما تيجي تتعامل مع هذا الامر تتعامل بايه؟ بتعقل. نسيت اقول لكم والله قبل اي حاجه، بس انا قلت لكم امبارح ان استئناف الدوري يوم 7 اغسطس بمباراتي الزمالك والمصري والاهلي وامتى. اتحاد الكوره طلع بيان الان بان هم هيستأنفوا 7 اغسطس، معاكم دايما بانفرادات وباقوى الاخبار واللايكات يا شباب، بيبو بيقول لكم اللايكات، بيبو كوكو لايكات. فهنا اجتمع معاهم، بس على ايه بقى؟ نؤكد على الروح الرياضية بين الأهلي والزمالك وجماهير الأهلي والزمالك، المنافسة الشريفة، عدم التطول وعدم السب وعدم القصف وعدم الخوض في الأعراض. ده اللي احنا عاوزين رئيس نادي الزمالك يقوله لجروبات الزمالك والصفحات، مش نقول عليك بده وعليك بده وهاكرز. 13,000 محاولة هاكرز في 48 ساعة، 13,000 محاولة هاكرز على قناة اليوتيوب دي وعلى الموقع، 13,000 محاولة، الكلام ده لحد امبارح في 48 ساعة، النهارده ما سألتش. سبحانه هو الحافظ. دعم الفانز بتاعنا لينا على اليوتيوب وعلى الفيس وكده له دور كبير، عشان كده لما بقول للشباب لايكات بتساهم في تثبيت البث، في ان الناس تعرف ان الريبوتات اللي بيعملوها ديت بتفشل، لان معانا ناس محترمين كتير بيتابعونا وعلى طول بيعملوا لايكات وبيشيروا المتابعه السبسكرايب، كل ده فضل ونعمه من ربنا. طبعا حاولوا يقتحموا واعملوا وربنا سبحانه وتعالى هو الستار، مش شطاره مننا، ده فضل ربك. احنا بنجتهد وبناخد بالاسباب، وارد ياخدوا القناه وياخدوا الموقع عادي، خدوه هيرجعهم تاني بعد كام يوم، وترجعوا تاخدوهم تاني ونرجع نرجعهم تاني عادي، بتبقى الدنيا ماشيه كده عادي، مفيش مشكله. ربنا سبحانه وتعالى هو الحافظ. ده كله ليه؟ والله لو اوريكم الفيديو ده، كل ده ليه؟ عشان في يوم من الايام العبد الضعيف ده رفض الاهانه. افكركم الفيديو لان في قطاع كبير من جماهير نادي الزمالك الشباب ما يعرفوش ايه سبب الخلاف بيني وبين رئيس نادي الزمالك، انه دخل يشتمني وانا رديت، وكان الفيديو ده مع كابتن خالد الغندور في دريم، اهو يا عم الفيديو. استنى يا عم كابتن مستشار، ازي حضرتك؟ لا انا عايز ارد على المرضى النفسيين اللي عندك.
لا مين اللي مرضى نفسيين؟ مين مرضى نفسيين؟ مين اللي مرضى نفسيين؟ انت اللي مريض نفسه محتاج تتعالج. لا 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 والنبي يا جماعه، مين اللي مرضى نفسيين؟ استشار باحترام، اتكلم انت كويس يا جماعه. اسات المستشار بعد مين اللي مرضى نفسيين؟ انت عبيط ولا ايه؟ لا 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 ايه ده، ايه ده بس يا استاذ، ايه ده بقى يا استاذ معاطي؟ يا استاذ معاطي يا اسات المستشار، هو حد غلط فيك؟ بس بالراحه يا استاذ معاطي، استنى نسمعه بس عزول. يا سات يا مستشار مرتضى، اتكلم معايا ابو احترام. انت اللي بتتكلم معايا ابو احترام. طب ايه؟ طب اقف دلوقتي، اقف دلوقتي، اقف دلوقتي. انت فاكر ان انت قدام اي حد سامح تتكلم بادب؟ سامح اطلع للتقرير شويه، انت كمان مع حد تاني مش معايا، وتعالى لي تاني. يلا اطلع التقرير. انا بقول له بوريكم ليه الفيديو ده، عشان في شباب كتير ما يعرفش ايه الموضوع. الموضوع انك انت قاعد في حلقه ما كانش مر منها 10 دقايق، ما كناش اتكلمنا في حاجه ولا عايز حق الرد، هو بيندفع نتيجه ان في ناس بتقول له الحق فلان، قال فلان، عاد فلان سوا، كناش قلنا اي حاجه خالص. ده بدايه الخلاف. عدى الموقف، عدى